يوم بدأت التظاهرات، يعني أقصد من أول يوم، اليوم 25، كانت متواجدة وبشكل تطوعي وبجهود ذاتية ودعم ذاتي، والحمد لله والشكر تمكننا أنه نكون، يعني يكون لنا مركز في ساحة التحرير. هي حاليا السنتر، مفرزتنا في ساحة التحرير. خدماتنا طبعا تعرف مثل ما ذكرت حضرتك انه اسعافات اوليه وثانويه، الحالات اللي تحتاج الى دخول المستشفيات يعني نوديها للمستشفيات، واسعافات متوفره والحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر يعني الروح الوطنيه اللي موجوده عند الشباب اللي متطوعين بصراحه تخليهم متواصلين العمل ليل مع نهار 24 ساعه، هم في دوامة عمل متواصل لا يكلون ولا يملون. التهديدات حقيقة لم تكن تهديدات شخصية لبعض المسعفين، نعم هناك بعض الرسائل وصلتهم وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه الشخصيات اللي قامت بالتهديد هي مجهولة الهوية لدى أغلب المسعفين اللي تعرضوا للتهديد. طبعا اليوم المسعف والمتطوع هو لا يتعرض او لا يستمع لهذه التهديدات مهما كلف الامر. اليوم العراق موجود في ساحه التحرير، والاهم من هذا هو العراق، فالتهديد لا اعتقد يوقف عمل جميع المتطوعين الذين هم حقيقه يقدمون خدمه انسانيه لجميع المتظاهرين والقوات الامنيه.